طبعا كمان حلقات ال 29 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان فيها أحداث مشوقة كثيرة جدا، خصوصا في الكبير الجزء الثامن. كمان الحلقات ال 14 من مسلسل بقينا اثنين لشريف منير وبدون سابق إنذار لآسر ياسين. خلونا نشوف مع بعض أهم أحداث حلقات امبارح. الحلقات ال 29 وال 14 من مسلسلات الدراما الكوميدية والاجتماعية شهدت أحداث مشوقة. في الحلقة 29 من مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، لسه سفير جزيرة أميجوس متواجد في فندق المزاريطة وبيتجول معاه الكبير في الفندق، واصطحب الكبير السفير لتناول الطعام في المطعم، واستغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ فيه، وطلب ياخد باقي الأكل معاه في كيس أسود علشان يكمل الباقي في الغرفة. دي إفيه؟ واضح ان روح الدعابه عندك قويه. بالراحه بالراحه بالراحه، الوكل مش هيطير. بس الحمام ممكن يطير. شهدت الحلقه 29 من مسلسل امبراطوريه ميم مواجهه بين مروان نور النبوي ومادي، واخبرت مادي مروان انها تدخل المصحه، وبدات احداث الحلقه بمحادثه مختار ونادين، وقالت له ان مروان قام بالبيع بالنيابه عنه اثناء وجوده في الحبس، وإنهم قاموا بتصويره أثناء توقيعه. مش جايز يكون اللي حصل حصل عشان ربنا عايز لنا كل الخير. أيوة جايز، افتكرت نفسي إمبراطور بجد أنا. في الحلقة 29 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، كشفت هالة خلال أحداث الحلقة عن علمها بأن صدفة بنت فؤاد فعلاً، وإنها متأكدة كمان، لكن في الوقت نفسه بترفض إنه فؤاد يعترف بيها علشان ما يدلهاش أي شيء من أملاكه. وبدأت أحداث الحلقة بتشاجر حازم مع طارق بسبب استيلاء طارق على شركة والد حازم والزج بيه في السجن. من ناحية تانية، هدد خالد الصاوي أخت صدفة بقتلها في حالة عدم تنازل صدفة عن قضية النسب. ولما كان حق وشغلني موظف هنا في الشركة وخلى واحد زيك يتنطط عليا. أنا عمري ما اتنططت عليك، ولا عمر أبويا كان حق حد عشان ياكل حقك. انت اللي طول عمرك طماع واناني وما بتحبش الا نفسك. ابوك اللي طماع. بدات الحلقه 14 من مسلسل بقينا اتنين بان ياسمين وصلت لمرحله عدم اللامبالاه بالنسبه لاولادها وشغلها، في حين بدا ادهم في التراجع عن القرارات اللي خدها قبل كده في حياته. ايضا شهدت الحلقه ان ياسمين صالحت بين ريكو وعاصم بعد ما كانوا قرروا الانفصال عن بعض. وحشتك توك ما افتكرت. ما انا قلت لك وحشتيني بقى، ما تبقيش غلسه. خلاص بقى يا ريكو، عاصم وصتني اجي معاه المره دي ووعدني انه اي حاجه حصلت قبل كده زعلتك مش هتتكرر تاني، ولو حصلت انا بقى اللي هقف. الحلقه 14 من مسلسل فراوله شهدت ان مستر يانج او عبد الحكيم الصيني توجه للبيت اللي اشتريته فراوله نيلي كريم في نهيه، واللي بتدور تحت ارضه عن حجر الطاقه للحصول على طاقه الكون. من ناحيه تانيه، هدد فراوله بانه لو الحجر ما ظهرش فهيرجع شركته وأمواله بالقانون، وإن ده آخر تحذير ليها. رغم كل ذلك لم نجد شيئاً بعد. كل تأخيرة وفيها خير. هو الزن ما علمكش الصبر؟ والزن أيضاً علمني أن الصبر مرهون على الصدق. لا مش فاهمة قصدك إيه. مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14 شهدت تطورات مثيرة. بدأت بعثور مروان وليلى على عمر اللي كان هرب من المستشفى بعد ما عرف إنه مش ابنهم. ضمن أحداث الحلقة أيضاً بيذهب مروان لمنزل سحر كبيرة الممرضات اللي كانت موجودة في المستشفى اللي اتولد فيها ابنه الحقيقي قبل ما يتم تبديله مع عمر. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا سمعتكم امبارح وأنتوا بتقولوا إني مش ابنكم، بس ودوني الناس تانية ياخدوني. حبيبي أنت أكيد سمعت غلط.